فرصة جيدة هي من لا شيء استغلها علي محسن حقيقة، بعد ما استغل مهارته في الاستلام والدوران والتسديد على الزاوية البعيدة، وهذا ينحسب له أيضا، وقوة التسديد أيضا كانت ممتازة. فبالأخير يعني المباراة مثل هكذا مباريات ما تقدر تحزر اليوم الفريق اللي راح يكسب هذه المباراة. يعني الهدف مهارة لاعب أكيد اليوم، لأن كان هو ظهره وراء خصم وظهره على الهدف، يعني استلامه ودورانه وشال راسه وسدد على الزاوية البعيدة، أيضا هذا ينحسب للاعب علي محسن. مثل ما قلت لك اليوم المباراة صعب التوقع، يعني قبل المباراة من تسأل أي معني تقول له اليوم شنو راح تتوقع نتيجة المباراة في ظل غيابات إذا من الزوراء أو الطلبة، ما راح يقول لك النتيجة، لأن مباراة مثل هكذا مباريات صعب أنه تتوقع، وهذا ما شفناه اليوم حقيقة. يعني فوز صعب أنا أعتبره للزوراء، لكن بالأخير 3 نقاط مهمة إلي لتعزيز ما سبق هذه المباريات، وكانت أيضا مهمة للطلبة الفوز لتحسين وضعه نوعا ما، لكن هذا ما حصل. استغلوا الزوراء الفرص، وبالأخير يعني اكو اخطاء شفنا اليوم، اخطاء تحكيميه على الفريقين راح نحكي بيها. بس خلي اسال كابتن حيدر، بعيدا عن الاداء الفني، الاهم هي 3 نقاط. الزوراء يواصل سلسله ايجابيه من الانتصارات. بالتاكيد يمكن متفقين احنا كنا على هذا الموضوع، الان اصبحت النتيجه هي الاهم. طبعا بس مع ذلك الزوراء اليوم ما كان سيء. لا مو سيء. يمكن الشوط الاول انا اختلف مع كابتن صادق، الشوط الاول كانت الافضليه للزوراء نسبيه، بعد الهدف الملغى تقريبا دقيقة 32 او 33 والتوقف سيطر نوعا ما الطلبة على مجريات المباراة، لكن بصورة عامة الشوط الاول كان للزوراء، الشوط الثاني الزوراء دخل بقوة قدر يسجل هدف. بالتأكيد من سجل هدف راح تحافظ، حتى شوف كابتن عصام مباشرة يعني بعد الهدف بدقائق سحب المهاجم